فقس بيض فرخة الرومي. فرخة الرومي فقست البيض اهو يا جماعة. على النهاردة بالظبط بقالها 26 يوم بالظبط. ما تنسوش بقى اللايك على الفيديو علشان نشوف مع بعض الفرخة دي فقست كام كتكوت. بس بالله عليكم ما تنسوا اللايك على الفيديو عشان الفيديو يترفع، وتابعوا معايا الفيديو لحد الآخر. طبعا زي ما انتم شايفين احلى واجمل مفاجأة كده على الصبح. ازيكم اغلى واجمل متابعين، يا رب تكونوا بخير وبافضل حال ونكون على تواصل في الخير دايما. ورجعت لكم النهارده في فيديو جديد. فيديو النهارده من الفيديوهات اللي انا بعشقها، اللي هو فيديوهات الفأس. ان شاء الله النهارده فأس بيض فرخة الرومي، اللي هي الفرخة البكرية اخت الديكين دولت. البيض بتاعها ناقر من امبارح، وهنشوفها مع بعض دلوقتي هي عملت ايه وطلعت كام كتكوت. وهنتكلم في شوية حاجات مهمة تخص الفأس النهاردة بتاع الرومي. بس يلا بقى كده بسرعة، بسم الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا زي ما انتم شايفين الديوك، الديوك أقل صوت فاطحين الدنيا. ما تنسوش اللايك على الفيديو، عايز لايكات كتير جدا على الفيديو ده. وصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات عشان الفيديو يترفع ويتشاف. ولو كنتوا لسه بتشوفوني لأول مرة، ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصل كل جديد من عندي. وتعالوا الأول كده أقول لكم على اللي حصل عندي الفترة اللي فاتت دي في الطيور. أنا معرفش بصراحة هو إيه، بس طبعا أنا هعمل لكم فيديو مفصل، لأني أنا عندي الفترة ديت حاجة مش مظبوطة في الطيور بتاعتي. إيه هي أنا معرفش. نبتدي الأول بديوك الرومي. ديوك الرومي الديكين مبهدلين بعض، بمعنى كلمة مبهدلين بعض أنا عايزكم تركزوا في وش الديوك. الديكين مبهدلين بعض بطريقة صعبة، بيضربوا بعض جامد جدا، برغم من إن ما كانش ده بيحصل أصلا. الديكين كانوا بيكسروا والديكين واقفين مع بعض عادي ما فيش أي مشكلة. الديكين مرة واحدة بقوا بالطريقة دي. اللهم صل على النبي. تاني حاجة معايا الفراخ الهندي، اسكت بس كده تركزوا. الفراخ الهندي اهم، طبعا الكرتونه ديت انا حاطط فيها التنظيف بتاع السطح، بس هما زي ما انتم شايفين كده ظبطوها. الفراخ الهندي اهيت، طبعا بداوا من ان هما الريش بتاعهم يطلع اهو. الفرخه كسرت ريش خالص، والديك اهوت الرقبه بتاعته كلها انابيب دم من اللي هي بتاعت الريش. المهم اللي حصل ان الفرخه الحمراء اللي كانت في وسطهم انا لقيتها تعبت، جات لها دمعه في عينيها، والفرخه سخنت زيادة عن اللزوم، فاضطريت ان انا اذبحها علشان ما تعدليش الاتنين دول. هتقولي طب ما عالجتهاش ليه؟ هقولكم لان للاسف الموضوع ملوش علاج، وده برضو اللي احنا نعرفه مع بعض دلوقتي. موضوع ملوش علاج، الموضوع مطول معايا، الموضوع انا معرفش الفيروس ده ايه، ومعرفش نوع المرض ده ايه عموما. بس حرفيا انا استعملت له كل حاجة حرفيا. انا ما سبتش حاجة ما استعملتهاش، تمام، من جميع انواع العلاجات اذا كان بيطري ولا بشري. وبرضه هوريكم العلاجات كلها اللي انا استعملتها لهم معاكم دلوقتي. فطبعا انا مش عارف الفيروس ده ايه ولا سببه ايه ولا الدنيا، بس الله المستعان بقى على اللي هيحصل لبقيه الطيور. تمام، عندي حاجه تانية، عندي البطه البنيه دي باضت. طبعا بس تشوفوهم، انا حاطط لهم اكل اهو، حاطط لهم طماطم زي ما انتم شايفين بق احمر ازاي، وفلفل وجرجير، وطبعا العيش قدامهم، وده كده كان كوز ذره كان كنت حاطط لهم برضو. عندي هنا البطه السودا طبعا بتبيض هنا زي ما انتم عارفين اهي، وعندي هنا في الحته دهيت البطه البني بيضالي اهي. طبعا دي بيضة دي بيضة البطة اهي، دي بيضة البطة ودي بيضة الرومية. وتعالوا بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف مع بعض بقى دول. بصم الأزمة كلها هنا بقى. هتقولولي أزمة إيه ولا إيه اللي حصل؟ شايفين؟ أنا عايز بس أجيبلكوا أي حاجة.
لا ده الديك السليم. دي مثلا فرخة الهند زي كده، شايفين الفرخ ناشف ازاي؟ شايفين عينيهم؟ كله بالوضع ده حرفيا كده، شايفين اهو الفيتنامي جوه اهو، يا رب يكون واضح. عينيه بنفس الطريقة، كل الفراخ بالوضع ده كلهم. دي كلها علاجات اهي، بس تركيزهم بابيتري وقطر اهي بتاعتنا وعلاجات، كل دي علاجات انا جايبها من الدكتور البيطري. كل دي علاجات سواء بشري ولا بيطري، مفيش اي حاجة جايبة معاهم نتيجة خالص. فانا دلوقتي كل الخوف على دول اللي تحت، انا مش فارقين معايا قد كده بصراحة، بس انا كل خوفي على دول، خايف حاجة منهم تلقط تبقى مشكلة. ونيجي بقى هنا نشوف المدام اللي نايمة هنا ده، طبعا الشقة نشوف مع بعض، بس عشان فرخة اللي هي بتعض جامد، انا اول مرة اشوف فرخة شرسة بالطريقة دي. شايفين الفرخة ما بتقومش، بتبخ عليا ازاي؟ فالله بقى المستعان، واقدر ان انا اشيلها معاكم دلوقتي وما افصلش الفيديو لحد ما اشيلها. ممكن تيجي بس، تعالي بس، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل على النبي، الله اكبر يا خالص، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ده لسه طالع اهو باين، ناشف اهو، ودوت. انا طبعا ما بحبش افتح لحاجه بصراحه، عن الناس اللي ما بحبش افتح لحاجه، بس هشوف، ولو ينفع ان ده يتفتح له مفهوش دم هفتح له. تقريبا كده هي دست على البيضه بتاعته، هو ناقر في البيضه زي ما انتم شايفينها بالمنظر ده كده. فانا بصراحه اخاف لا يحصل له كبس زي ما انتم شايفين. بصوا هي فيها دم بس بسيط، تمام. فانا ممكن اسيبها في فردوس، الشيف اللي بيطلع ده بيحاول يطلع اهو. طب ايه نفتح؟ ده يتفتح له عادي لانه ناشف اهو، بس عايز اقول لكم ان قشرة البيضة جامدة جدا، وده بيدل على ان في نقص في الرطوبة. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. طبعا انا عندي مفيش ولا رومية بتبيض معايا حاليا، لان النوتي اللي عندي كلها بتجدد ريش، تمام. فدي طبعا يعتبر هي الوحيدة اللي بتبيض معايا حاليا، هي والفرخة اللي رقدت قصدي معايا، وطبعا الفرخة السمنة زي ما انتوا عارفين انها بتبيض، وانا حاطط البيض بتاعها تحت الفرخة الهندي. اطلع يا عم بقى، اطلع، انت متبت في البيضة كده ليه؟ اطلع، اطلع، يلا، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. اطلع يلا، اطلع، متبت في البيضة مش راضي يخرج خالص. بس عايز اقول لكم ان قشرة البيضة بتاعته جامدة جدا، انا بصراحة ما شفتش قشرة بيضة رومي تكون جامدة بالطريقة دي. الحمد لله على السلامة. طبعا هو كده خرج اهو، بس هو اول اللي يكمل المهمة بتاعته، تمام. ده بقى انا مش عارف افتح له ولا لا، بس لسه في دم اهو، فطبعا ما اقدرش ان انا افتح له عشان ما يحصلوش نزيف. وهنا دي لسه ما نقرتش، ودي منقرة اهي برضو، دي منقرة، ودولت يعني انا حاسس بالحركة بتاعتهم جوه البيضة، بس لسه ما نقروش. انا بمسك البيضة بحس بالخط اللي هما بيقعدوا يخبطوه عشان ايه ينقروا البيضة، بس لسه ما فتحوش. يبقى كده لسه 5 بيضات عمت ما فتحوش، تمام. طبعا
وجايبالي بسم الله الرحمن الرحيم 4، دول ولاد الفرخة السوداء ودول ولادها هي الاتنين دولت، و العسل ده ابنها برضه اللي لسه طالع معاها كل الوقت ده. تمام زي ما انتوا شايفين اهوت، مفيش لا التهاب، الصورة بتاعته اهي مكتملة. طبعا ده الخلاص بتاعه، بس انا مش هشده عشان الصورة بتاعته متتبهدلش معايا. تمام شوف بقى كده الكتكوت اهو برضو تقريبا ناشفان اهو جوه الفوطة. اللي هو ده اهو، مادام الجلدة اللي جوه ده هي ناشفة بالطريقة دي كده اهي، مفيهاش دم بالطريقة ده، هي كده كده اهي، دي أهم حاجة. فلما مفيهاش دم كده عادي ممكن إن احنا نفتح للكتكوت. تمام أول اللي حابب يسيبه يخرج لوحده مفيش مشكلة، بس أنا بقول لكم إن هو عادي يعني. يا ريت بقى لو انتوا معايا لحد دلوقتي ما تكونوش نسيتم. اطلع اللايك على الفيديو، وصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات. اطلع بس الشربات بقى عشان نوسع لبقية البيض ان هو يتعمل. شايفين اهو برضو ده الخلاص بتاعه اهو زي ما انتوا شايفين اهو، بس عادي. نرجع لهم بقى الاخت امهم كده، رجعنا لهم امهم اهوت. تمام ترقد بقى عليهم وتشبعهم على الباقيين وتطلع بقية البيض بأمر الله. واختم بقى معاكم الفيديو على كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اتمنى تكونوا عملتوا عليه لايك واشتراك للقناة، واشوفكم في فيديو جديد على خير.